المرأة المصرية آثارها واضحة للجميع في مزارعنا ومصانعنا وشركاتنا ومشروعاتنا، وكمان ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، شريكة للرجل اللي هو في الأصل أعظم استثماراتها وهديتها للحياة. التعارف الأكتر من كده. كان يعني هو لسه في الجامعة وابتدينا وقررنا الخطوبة، اتسهلت. قرار السفر للكويت والانتقال للإقامة هناك مع المهندس سيد رملاوي كان سهل ولا صعب؟ بتعادل الفرعين دول، فالحمد لله كانت حاجة كويسة. حتى هو مش شرط الإدارة عليها عمل كبير طبعا، إنه إزاي بتعلمهم يستقبلوا الناس، إزاي الناس تبقى حابة تيجي المكان ده. دي كانت ليها تأثير ولاء كبير. العميل، أيوة. وغير كده بقى أنت مش كل اللي بيشتغلوا عندك مصريين، فالجنسيات التانية لازم تعرف تتعامل معاهم. فهي دي كانت البداية واشتغلنا. بس بقى بعد كده جاتنا حرب الخليج وقفتنا شوية. كل طبعا اتقفلت المحلات 1990. يعني بدأنا من الصفر تاني؟ لا، هو قفلوا بس لكن المحلات موجودة. تمام. وأول حاجة بعتوا لنا أول ما الدنيا رجعت، بعتوا لسيد الرملاوي تعالى افتح محلاتك، لأنه بيأكل الكويت، يعني صعب قوي، أشهر محلات في الكويت بالظبط. طب إمتى كان القرار العودة لمصر وإن إحنا نفتتح ساليه سكري، وجبتوا منين الفكرة دي؟ الفكرة دي جت أنا ابني خلص الجامعة، فقال لبابا أنا هعمل محلات هنا. فهي مراته دراستها فرنساوي، فاختار لنا اسم، فقالت سالي سكري، شركة الأغذية الرملاوي برضو، يعني احنا برضو اسم الرملاوي موجود، سالي سكري الرملاوي، أيوة. فهي اختارت الاسم ده، وابتدينا بقى تطوير أكتر. ده في مصر هنا بقى؟ في مصر بقى. كان العودة إمتى؟ ده كان أول ما ابتدينا العودة، كان ابني خلص سنة 88، قعد سنتين كده بيبص وبيشوف وبيعمل، قال لك ليه ما نعملش هنا الكلام ده؟ أخوه كان في الكويت الكبير، أخوه الصغير كان لسه في كندا في الجامعة. فحازم اللي ابتدى، هو احنا أولادنا حازم، تامر الكبير ربنا يحفظه، وحازم وإبراهيم. تامر شغال في إيه؟ ودارس إيه؟ تامر عنده مشروع سمان؟ عنده على المزرعة، بيعمل هو إنتاج سلالات؟ إنتاج سلالات. برافو عليه. و دارس إيه؟ إلكترونيك